في العالم. كابتن، هذه النسخة 68 نحكي عليها من حفل جوائز الكرة الذهبية، صار في شاتلي في باريس. رودري جاب الجائزة هذه متفوقا على البرازيلي فينيسيوس اللي صار ما صار، معناها فما برشا ناس اليوم مغشين على خاطر فينيسيوس هذي. باش تفسر لنا شنو الحكاية كابتن؟ ورودري اللي وصفه غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه أفضل لاعب وسط في العالم الكل. هو أول، لا مش أول، هو الثاني بعد مودريتش لاعب وسط ميدان. وعليش الصدمة صارت والتفاعل كبير، معناه الناس كل كانت تستنى في فينيسيوس خاطر حقه، وقال معناه قام بموسم استثنائي مع ريال مدريد ويستجيب إلى مقاييس الكرة الذهبية، معناها على كيفاش نقولوا احنا على الأداء الفردي اللي معناها لا بلو فاليو اللي عطى الإضافة الأداء الفردي اللي عطى لريال مدريد في الواحد، معنيناش تبقى الناس كل تستنى فيه. في الاخر يخرج رودريغيز رودري، معناها هو اسمه رودريغيز، هرنانديز رودريغيز، به 100 صحفي في العالم من 100 بلد اللي عنده كره باهيه صوتوا. صوتوا جات المفاجاه هي اللي جاء اللاعب هذا. عليه جاء اللاعب هذا خاطر في المقاييس نتاع الاولانيين انت الستاتيك انديفيديوال نتاعك، ولكن المقاييس الثانيه واللعب الجماعي هو هو شنو هو الاضافه اللي انت زدتها للفريق، وخاصه الفير بلاي. هذه نقطه اللي ارتكزوا عليها على فينيسيوس. فينيسيوس تعرفوه يحتاج على الناس الكل، يحتاج على الصحافه، يحتاج على الجمهور، يحتاج على كذا 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 كذا. ترى في شكون فكرني يحتاج على الناس الكل؟ ما هو فرتحو انا هو عامل رونفوا على كابتينيوس. كابتينيوس سبني باهي، مازلنا في الصفحه الاولى. لا 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 كابتن، متحب نفسكم حاجه هنا مقايلين. لا غير نفسكم حاجه، اول مره يصير، ثاني مره بيتو يصير عليه. المرة ذي قال لك الحمد لله اللي التتويج هذايا تتويج اللعب الجماعي، تتويج لو جو ماجيك السحر. ثاني مرة شنو؟ وسط ميدان. وسط ميدان خاطر مودريتش هز واحد. فهمتني؟ وهذيا المرة الأولى 1990 ماتيوس. ليه ليه اسبانيول؟ ليه ليه شو ماتيوس؟ أنت قلت أول لاعب وسط دفاعي يفوز بالجائزة هذه. أي. ثاني مرة. قلت لك المره الاولى 90 عم كلفيك على اسبانيا. نتبع معاك انا قاعد نحاول كابتن باش نفهمه. انا مش كلفيك على اسبانيا ومش زيدك، راهو اسبانيا هذه الكره الذهبيه الثالثه منذ 57 دي ستيفانو، مارتين دي ستيفانو، اسمه لوي سواريز، ما عرفش الانتير سواريز من نفسه. وهذه الرابعه نتكلفيك على اسبانيا، على الكره الاسبانيه، الكره الاسبانيه احنا فهمتني. شكر يا ربي، باو خير اللاعب الجماعي وخير الواحد وعطاو. قال لك هذايا ثأر، وثأر شنو هو؟ ثأر عطاوه هما في ليكيب كاتبين لي زارشيتيكت كونتر لي سوليست. انا معاهم. ما معنى ما ارشيتيكت؟ سو سون لي جور كي كري، اللي يعطيو اللي يضحيو اللي يعملوا لي كذا، كونتر لي سوليست اللي هما العازفين المنفردين اللي تجيهم الكره يحطوها هذوما. هذا شو المنحه نتاع فرنسا فوتبول، الناس الكل تعبت عليه. ميسي اسمه رونالدو، ميسي رونالدو شوي، بنزيما شوي، الاخر شوي ما غاديك. هذا هو، هذه هي الاشكال. يقول لك باهي يا خويا كي اسمه فينيسيوس معناها غير هاو كارفاخال كيف ريال مدريد وهز الدنيا الكل. نو يقول لك ان با لا ميم اوساتور، اني با دو لا ميم باريير دروا. وصارت افتراضات وصارت دعايات، يقول لك لا اليوفا قالت فرنسا فوتبول ما ينجحش واحد من ريال مدريد خاطر فلورنتينو بيريز حب يعمل سوبر ليغ ضد اليوفا. وواحد اخر قال لك لا ميزموش يهز هو، ما يزيش هو، ما نجحش. اسمع، قال لك ما يهزش هو. عليه سي تري امبورتون سي، خاطر فينيسيوس عمل قداش من انترفيو هاجم فيها اسبانيا، واخر انترفيو قال يلزمها اسبانيا ما تشاركش في كاس العالم على هذه العنصريه. هم خافوا، قال لك هذوما الافتراضات والله اعلم، خافوا يقول لك معناها يمشيش يعمل لنا الخطاب هذا، هذا افتراضات. هم اختاروا ريال مدريد ما كانتش فير بلاي الحق.
ما كانش فير بلاي، ما جاوش حتى كالليسياج اللي ريزرفي بيلينغام وفينيسيوس، ما جاوش، ما جاش كارلو انشيلوتي خاطر ريال مدريد نهارتها هي لاميريكيب، عندها لاميريكيب المير انترينور وعندها زوج اخرين ملاعبين، ما جاوش. ماكش ما جاتش خاطر ماكله حاضر عندها. لا مش هذا الموضوع. لا 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 كابتن راه عندهم اسمع شو عندهم، عندهم عقليه اخرى حاره ما عندهمش. وكي اسمع برشلونه 3-8 مع عند ريال مدريد 8-8 حارتين 8 ما عند بايرن ننشر غادي مشي مسار نبدل انترنر اللي عملوا احنا هنا نعملوها كذا فهمتي ولا هيك هو برش عليهم في جمعة حارة عليه دور ما ثماش برش عليه تغشوا خاطر نعرفوا اللي البالون دور عند الريال مدريد هذيك الاديان نتاعها يلزم البالون دور يمشي للريال يمشي الملاعبيه ما يمشي يقول لك هو يقول لك الريال مدريد باقي تقول لك انا عندي احسن ملاعبيه واكثر ملاعبيه يلعبوا اللي ياخذوا البالون دور وصافي بارتي دو لور كولتور فهمتي بون هذا غروسو مودو هذا غروسو مودو تبقى فم العنصريه تو يمين يمال هز عنده تروفي نتاع ريمو كوبا معناها نتاع اللاعبين الصغار معناها اللي شت حتى حد يفرح به في اسبانيا اشو لا ذاك لاعب افريقي المغربي افريقي اسمه دونك فما العنصريه كيما جورج شويه البرازيل غضب كبير وين بالحق يعني غضب في الحق وقال وراه نحيو اكل مقاييس الاولى الفرديه والستاتيسيك كذا ونمشيو في معناها اللاعب الجماعي وكذا انت موافق ولا كالعاده شكون انت موافق على كي ولا لا الاخير ليه هما 100 صحافي موافق لي لو كنت باش تصوت لشكون تصوت والله صوت بون خاطر الامور كنت نصوت كالعاده تجبد صوتك وتجلده ليه مش هذا الموضوع كنت صوت كالعاده هي التالق الفردي معناه كيما بنزيما كيما كيما لا لا اللي صارت عليه العاده صارت عليه العاده رونالدو ميسي بنزيما باكي دوتر انسي دو سويت فهمتي بلاتيني كابتن يبعثوا له بشي صوت يبعث ميل يقول لهم لا عندكم تيرانات لا عندكم معني صوت لحد كل ما احتفظوا به لا ماني ما عندي حد لا لا تعطي حد انا شو بلون قصديري انا فاصل فاصل سكروا حنوت بوبليسيتي ودريبه من الماضي ساعتين من الاثنين للجمعه